ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ويقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهيا بنا لنستمع إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عامر، نرجو من فضيلته عدم الإطالة، فليتفضل مشكورا. تفضل أستاذنا الدكتور سعيد عامر باسم أسرة العزاء. الرجاء من الجميع ارتداء الكمامة. باسم أسرة العزاء الرجاء من الجميع ارتداء الكمامة. أستاذنا الدكتور سعيد عامر يتفضل مشكورا ولحقه أن يتحدث كيف شاء. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب لذاته البقاء وعلى غيره الفناء، فقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل في صحيح حديثه: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له لخير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا محمدٍ النبي، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحباب، استمعنا واستمتعنا إلى آياتٍ بيِّنات من شيخنا وعالمنا الجليل، خرجت من القلب فاستقرت في القلب، مع سورةٍ كريمةٍ من سور القرآن العظيم، ومع خاتمة هذه السورة الكريمة التي بيَّن فيها ربنا من الفضائل الجمة، فهي سورةٌ تقي الإنسان من السحرة ومن الشرور، وهي كذلك نورٌ للإنسان. جلس سيدنا جبريل عند نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم، فسمع أطيطاً في السماء، فقال جبريل للحبيب صلى الله عليه وسلم: هذا باب من السماء لم يفتح قط إلا اليوم. ثم نزل منه ملك، فقال جبريل عليه السلام لنبينا الجليل: هذا ملك لم ينزل قط إلا اليوم. فنزل الملك فسلم، ثم قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك قط، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فهي نور أيها الأحباب، يهديك إلى صراط الله المستقيم في الدنيا، ونور ينور قبرك، ونور لك على الصراط فتعبر إلى جنات النعيم. نسأل الله جل في علاه لأمنا العزيزة الفردوس الأعلى، الله أسأل
أن يثبتها عند السؤال، وأن يلقنها حجتها، وأن يرفع لها الدرجات، وأن يزيد لها في الحسنات، وأن ينقلها من ضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها ولجميع موتانا. اللهم آمين. نتقدم بخالص العزاء للأسرة الكريمة العزيزة وللحاج خليل وللجميع نيابة عن مدينة العاشر من رمضان، سائلين الله جل في علاه أن يفرغ عليهم صبرا وأن يجعلهم من الحامدين الراضين. سعيكم مشكور وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد عامر، ونشكر لحضراتكم جميعا باسم أسرة الأم الراحلة الكريمة عائلات محروس.